رواية أيضا أن التحليل هذا جاء في إطار واحد من المواجهة التحديات الجهوية المتقدمة. كما سبق الأخت ماريا أن أشارت أنني اشتغلت في الإعلام الجهوي العمومي، يعني المعاناة هي معاناة مشتركة، ليس هناك فرق ما بينه هو جهوي، لا في التربيضة ولا في الرباط ولا في دولات ولا في تزنيت ولا في تفاوت. إذن فنرجو من الزملاء أن يتمسكوا بالمهنة أكثر وأن نركز على مسائل أساسية وضرورية وهي التكوين، فنحن في حاجة إلى التكوين. فمن هذا المنطلق كان يجي واحد ملتمس توصية أنه يطلب من المؤسسات المشرفة على الصحافة بلادنا بصفة عامة، وزارة الإعلام ووزارة الاتصال المجلس الوطني نقل وطني الصحافة، هيئة الناشرين، أن تركز أساسا على محورين أساسيين هو التكوين وأخلاقية المهنة. شكرا لكم. أحمد كليكم، مدير نشر تارودانت نيوز، صحفي متقاعد في مؤسسة إعلامية الإذاعة والتلفزة المغربية. شاركت في تأسيس فرع الجمعية الفيدرالية المغربية لنشر الصحف بمدينة أكادير. فعلا كانت مناسبة اللي التقيت فيها بحد مجموعة ديال الزملاء والإخوان، هذا من جهة. من جهة تانية أيضا حضرت ندوة اللي فعلا كانت ركزت على الدور ديال الجماعات المحلية في دعم الإعلام الجهوي المحلي. كانت مناسبة التقى فيها المنتخب السياسي بالممارس المهني للصحافة. فعلا كانت اللقاء اللي أصفر على واحد المجموعة ديال الأوراش اللي ممكن أنه لو تم المتابعة ديالها أنها ممكن تقدم إضافة نوعية للمشهد الإعلامي في جهة سوس ماسة. كما شرفت بتكريم من طرف الزملاء، تكريم اعتبرته تكريم للجسد الإعلامي بصفة عامة وليس لي أنا شخصيا، بل هو تكريم لكل الفاعلين الإعلاميين في جهة سوس ماسة. شكرا. إذا كنت من متابعين الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.